إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. نبه، مو يجي لمجرد الدعوة يو عند إيمان أشبه شيء بأفرض كلمة بلا معنى، يعني إيمان لا ما يرتب عليه أثار. لا، المفروض أن الإيمان إلى مضمون، والمفروض أن هذا المضمون يصير دفاع دونه ويصير قتال دونه. ولهذا أنت لما ترجع الآن إلى أصحاب أمير المؤمنين سلام الله عليه اللي وقفوا وياه وشقوا شجرة العقيدة، تلقى ذاك المضمون الإيماني اللي عدهم دعاهم لأن يقفوا من وراء الإيمان ليدعموه، ليشقوا هذه الغرشة، وشقوها بدمائهم، شقوها بتضحياتهم بعطائهم. وإلا أرجوك، هؤلاء اللي قتلوا واستشهدوا بين يدي أمير المؤمنين ومن بعد أمير المؤمنين سلام الله عليه ساروا على مبدأه، هؤلاء هم روادنا، هؤلاء هم حملة العقيدة الذين آمنوا ودافعوا عن إيمانهم. ولذلك ترى هذا الموقف هو اللي أملى على الإمام الحسن أن يصالح، لأنه ما وجد الشرائح الكافية اللي يمكن أن يطمئن إلى أنها ستقف بالساحة لو نزل إلى القتال. يدري، وطبوا عليه بعض الشيعة الصادقين المتحمسين، واحد قال له السلام عليك يا مذل المؤمنين، قال الإمام تعال ترى أنا إنما صلحت للبقية عليك وعلى أمثالك، لأن أنتوا 5-6 أنا أعرف صدق ولائكم ودفاعكم، الآخرين ترى مو مثلك، أنا ما أحب أخلي دماءكم تروح هدر، وإلا أنا روحي مو عزيز علي. الإمام كان قائد بواقعة إفريقيا، قائد بواقعة القسطنطينية، قائد بجملة من المعارك الإسلامية، قائد مع أبيه في صفين، كان يصيح يملكوا عني هذين الغلامين، مو شي حباب للروح أو يخاف، لا لا لا، بس إنما أراد البقية على كم واحد أصحاء، والباقين شافوا لهم مجرد لفظ يعيش على الألسنة. وخير تجربة للروح بعيد، خير تجربة واقعة الطب. إيش كثر لحقوا الحسين بواقعة الطب؟ لحقوا كلهم 73 واحد، أما اللي يعني ذولا تقريبا 33 ذولا من بني هاشم، والباقين اللي لحقوا والتحقوا بمعسكرة المجموعة عدد الأنامل، هذا هو ذولا اللي وقف الحسين يتحدى بهم الدنيا. ولذلك قال اللهم إني لا أعلم أصحابا خير من أصحابي ولا أهل بيت أبر وأوفى، لأن ذولا جمعوا بين الإيمان والعمل، وقفوا يدافعون عمن؟ عن رحل رسول الله.